عسلامة الناس الكل، اليوم جينا دار جيلي في بالي باش نشوف الجيلي كل راي نصورها يا اخي. لقيت موديل اسمه اكزارا، نعرفه انا من قبل اما نعرفه كان بالاسم الحق. تصويره ريتو على الانترنت كهو، تو هاني ريتو قدامي، يعني 48 فولت معناتها ابريد اكيد. دونك الموديل مش توا باش يصير كوميرسياليزاسيون تاعو، مازالت طبطة، اما ان شاء الله باش نصوروه والفيديو ما يهبط كان ما تصير كوميرسياليزاسيون بيان سور، ان شاء الله يهبط كما نقولوا اون افون بريمير، معناتها جوست دو ماسات كوميرسياليزاسيون انا نهبطو ان شاء الله. دونك لهنا كانت تلاحظ اول حاجه باش نحكي عليها ركز عليها في الفيديو، السيكل الاكحل كيفاش ولا السيكل الاكحل. دونك هذاك السيكل الاكحل تبدلت معاه منظومه وتوجه جيلي بالكامل، معناتها بالرسمي هذاك السيكل انا السيكل الاكحل نعرف اللي كهرباء هذه باش تكون كهرباء سبيشال، معناتها مش كيما جيلي اللي صورت من قبل اللي هما جي اكس 3 والجي سي 6. شوفوا الانتيريور، واو، شوفوا قلت لك جيلي ناخذ فولفو نطور من روحي. شوفوا تو الكتيبه بالعربي سي تري تري بيان، معناتها كهرباء دي تسوق للسعوديه، ما تسوق للسعوديه والامارات ما نتصورش، السعوديه وقطر يمكن والكويت الخليج العربي، معناتها كهرباء دي تسوق للسعوديه. شوفوا الاكران كيف جاي بالعرض محلاه، شوفوا البواد فيتيس سيليكتور دو مود دو كونتويت، شو المفتاح. لا جيلي طورت الحق، جيلي في بالك جيلي اكثر وحده باعت على 2021 في السن كامله، شوف انت قداش ماركه صينيه جيلي اكثر وحده باعت، هبطها ديجا مره ستوري. شوفوا من تيلي سي تري تري بيان، وي ان شاء الله تنصوروها والفيديو ان شاء الله يهبط وقت اللي لازمو يهبط. السياج موش الكتريك، ما انا في بالي تقول لكم شوفوا السياج الكتريك كبيرة الكهرباء، كبيرة كما قاعدين نشوف في كبر الهافال هاش سيس، حسيتها ما نعرفش في كبر هافال هاش سيس. شوفوا لهنا هذه النقطة العامية، يعني تحل المال اللي تعلق لهنا الكلينيتون كيحل المال، حسيرو اتخي بيانتو.